مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. تكملة للحلقة السابقة، بعد وصولي إلى البيت، طبعا أم عمر استقبلتني مثل ما قلنا. دخلت للبيت بعد ما قبلت ابني عمر والبنت اللي تبنيتها، رحت الى الحمام حتى اغتسل واطلع مثل ما يقولون القهر والوساخة مال عشر شهور ونص اللي قضيتها في هذا السجن، المخزن، المعتقل، قول اللي تقولوا عنه. وأنا حتى في داخل الحمام أفكر بيني وبين نفسي شلون راح أتصرف مع هذه المرأة اللي خانت الأمانة وخانت الرجل اللي أعطاها كل شيء، وصل لها بيتها وتبنى هذا الرجل بيتها وما خالف بين الولد اللي من صلبه والبنت هذه، وحسبتها حالة حال ابني. والله شاهد لحد هذا اليوم ما عندي أي تفرقة معاهم. بعد خروجي من الحمام قعدت بالصالة، طبعا الشقة هي عبارة عن غرفتين وصالة كبيرة، جلست وكنت ماخذ عمر بيدي واخذت الطفلة خليتها بصفي واثنيناتهم دا الشاقة معاهم، بس الألم والحسرة بقلبي مثل البركان اريد اثور وافور بس اباوع على عيون الاطفال. هذا اللي وقفني ومنعني. طبعا ام عمر راحت للمطبخ ويعني قامت تسوي أكل وتحكي كل ساعة تجي أمي ومشتاقت لك حبيبي وما أعرف شنو وتحضني بس أباوع عليها. قلت ليش بيك؟ قلت لها ما بيها شي، بس طالع من كارثة من مصيبة. فقلت لها وين التليفون؟ فراوتني التليفون، رحت رأسا شلت التليفون، خابرت كارل فندل الصحفي النمساوي، ما حصلته. بعدها بساعة تقريبا اتصلت بي حصلته، وكان جدا فرحان لما سمع صوتي وقال لي انت وين هسه وكذا. قلت له طلعت وهذه انا بهذه الشقة اللي موجود بيها. قال لي وين؟ فاعطيته العنوان. قال لي اقدر ازورك هسه؟ قلت له تعال. بهذا الكلام بعد ما وضعت التليفون جت ام عمر جايبه اكل اللي طبخته على السريع وحطته قدامي. فقلت لها ما اشتهي اكل لان ما اقدر، اريد تسوي لي شاي او كذا. فكنت دا اشرب بالشاي ودا ادخن امشي بالشقه اباوع يسرى يمنى. ف المكان اللي شفته بالصور السابقة اللي عرضها علي مارتن كيسلر شفته، والجرح بدأ يتعمق أكثر وأكثر بداخلي. بهذا التفكير بهذه سمعت رنة الجرس، رحت فتحته لقيت كارل، هذا الشخص اللي كتب معايا القصة في البداية. فدخل كارل حضني جايب علبة شوكولاتة معاه على السريع، قال أنا أعتذر وكذا من يعني هالقد ما فرحت بأنه راح أشوفك. فقلت له مو مهم أدخل. دخلنا قعدنا نحكي نسولف. فنرجع شوية قبل السجن، في هذا الوقت قبل السجن لما كارل فندل كتب القصة في مجلة نيوز ماجازين النمساوية، اجانا عقد مع
من قبل أحد دور النشر في ألمانيا وفي النمسا لطباعة كتاب عن جميع القصة هذه. في وقتها لما أنا كنت أيام الكامب كنت يوميا أكتب حتى كل شيء ما أنسى، خاف فد يوم من الأيام صار ما صار، فموجودة الأوراق وموجودة كل هذه الذكريات اللي عشتها في العراق. وصل عدد الصفحات أكثر من 1000 صفحة. المهم قبل ما أدخل للسجن وقعنا مع عقد مع دار نشر نمساوية اسمها نوركا فيرلاغ، صاحبها رجل كبير. دار النشر مو هذاك الكبر أو الشهرة أو كذا، فسوينا عقد معه، وكان كارل بندل هو اللي يسموه يعني الكو أوثور، اللي هو يكتب معاي القصة ويعني الترجمة والجرامة الألمانية، فكل هذا سويناها ورتبناها. بس أنا دخلت السجن في وقتها. أثناء وجودي بالسجن قام دار نشر نوركا بنشر الكتاب، ولما طلعت طبعا كارل قال لي بأنه بعد ما أنت كنت في السجن وتم طبع الكتاب وجايب معاه نسختين من الكتاب كانت بظرف محطوطة، طاني إياها قال لي هذا هو الكتاب. شفت الكتاب فقال لي دار النشر قال بأنه القصة كلش طويلة وألف صفحة ما نقدر نطبعها، فلخصناها إلى 300 وشوية صفحة، فهذا اللي طلع ويانا. وقال لي بالمناسبة كان وزير الداخلية حاضر هذا الحفلة لافتتاحية الكتاب، فضحكت قلت له يعني سبحان الله، منا يدخلون سجن ومنا يحضرون حفلة مال افتتاح كتابي. فرواني بعض الصور للحفلة، وكان فعلا وزير الداخلية موجود النمساوي في هذه الحفلة. بقينا نتكلم وقلت له اللي صار معايا، فكان يعني أباو على شكله بأنه جدا غاضب وجدا عصبي وما دا يتصور عقله ما دا يشيله بأنه بلده النمسا وبلده اللي يعترف به كديمقراطي وحرية يسوي اللي سواه وياي. فقلت له يعني العذاب اللي شفته يعني هواي أهون من عذاب أدي والحالة النفسية والكذا، فقال لي أنت كلش كلش ضعفان. فقلت له يا كارل أنا كنت يعني في يعني زنزانة كلها عبارة. قال لي أعرف. فقال لي ما أصدق كان أحاطيك في مخزن. قلت له هذا اللي صار 10 أشهر ونص، ما شفت الشمس ولا شفت كل شيء ولا أعرف أخبار إلا من نزلت بغرفة القاضي. فقال لي هذا القاضي شو اسمه؟ أعطيته الاسم قال أعرفه هذا القاضي، هذا من القضاة يعني معروفين هنا أنا ونزيه، بس مشكلته يشرب هواية. فضحكت قلت له يشرب ما يشرب المهم طلعني من السجن. فقلت له كارل مع احترامي لك كنمساوي وأنا أعرف الضوج من واحد يتكلم عن نمسا أو كذا، قال لي لا ما ضوج لك حق اللي تحكي أحكي وأنا أدعمك. فقلت له أريد أحكي عن نمسا وعن اللي سواه وياي. قال بالمناسبة أنت من طلع الكتاب أكثر من 30 قناة في أوروبا اتصلوا بي لأن أنا صاحب أول ناشر لقصتك، ويطالبون بأنه يسوون مقابلات إعلامية صحفية تلفزيونية معك. قلت له أنا حاضر بدون أي كلام، قلت له أنا حاضر. فقال لي آخر تليفون إجاني قبل يومين من قناة تلفزيون اسمها قناة تروست الهولندية، فيطالبون بأنه يسوون مقابلة معك تلفزيونية. وبدأ يباوع علي قال لي كلش ضعفان. أنا طبعا من دخلت للسجن حوالي 100 كيلو بس كل عضلات وكذا، طلعت 65 كيلو أو أقل 65 كيلو، يعني كنت جلد وعظم. وهذا إحدى اللقطات
من مقابلتي مع تروست تي في الهولندية، تشوفون الشكل مالي شون فعلا شاحب وضعيف. فقلت له أنا موافق، قال لي أوكي، باكر أتصل بيهم ونحدد موعد ونشوف كيف الإجراءات تصير، هم يجون أو إحنا نروح. فقال لي زين هسه أنا ممتاز، هسه أنت طلعت وكذا، وبالمناسبة قال لي بالمناسبة السفارة العراقية اتصلت بي ورادوا مقابلتي. فقلت لهم أوكي ماكو مشكلة. يقول رحت للسفارة النمساوية، أعطوني ظرف بكاسات فيديو. قلت لهم شنو هذا؟ قالوا لي شوفه، هذا لطيف كان مجرم بالعراق وكان كذا، وحتى طلعناه بالتلفزيون العراقي. فيقول أنا بكل رحابة صدر أخذته وقلت لهم ماكو مشكلة، أنا راح أروح أشوفه. قالوا لي بس هو بالعربي ما راح تفتهمه، جيب واحد يفهمك بيه. قلت لهم مو مشكلة. يقول أخذت الفيديو رحت شفته، أنت قاعد تحكي، وهذه طبعا لقطات من التلفزيون العراقي، وإن شاء الله يتم عرضه كاملا لما يحين الوقت حتى نلصم ونلجم كل الذيول والمرضى النفسيين اللي ألفوا القصص وقال لك هذا طلعوه لطيف بالتلفزيون العراقي محلق الرأس ومعذبي وآثار الضرب على وجهه. تفضلوا، هذا أنا اللي كنت قاعد في مكتب قصي، وهذا عام 1991. المهم يقول قال لي لطيف شنو دول السفارة أغبياء أو المخابرات العراقية أغبياء، ما أنت يعني من كتبنا القصة وكتبنا بالكتاب بأنه تم عرضك على التلفزيون العراقي من ضمن واجبك، ولو كان شخص تاني أما كان عدموه أو سجنوه، بس أنت لا انسجنت ولا انعدمت، وحسب ما أعرف بأنه أنت في وقتها يعني كنت حاضر في إحدى الحفلات في فندق بابل مثل ما قلت لي، وهذه لقطة من فندق بابل لما كنا احنا بعد الانترفيو او اللقاء في تلفزيون بغداد، طلعت وسهرت عادي وما عندي اي مشكلة. وهذا يعني كثير من الامور للي يفتهمها بين السطور بانه كانت لعبة ودراسة من المخابرات او جهاز الامن الخاص اللي اقترح هذه العملية. كارل بندل ودعني وطلع راح إلى بيته، قعدت أنا وجدت يوم عمر قعدت بصفي، وشوف عمور إيش قد حلو صاير، وشوف البنية إيش قد حلوة صايرة وكذا. فسحبت البنية من يعني بدون إرادة من كل قلبي، حضنتها وبستها. حبيبتي بابا، قالت لي بابا أنت عفتني، قلت بعد ما أعرفك ما هذا، وخطية كانت تبكي يعني فعلا كسرت قلبي. وشيل عمر كذا، بس ما قاعد أطيقها وأطيق وجهها، وهذا الوجه الصلف اللي تعرف بأنه خانتني وقاعدة تبيع حبيات يمي، ولا كأنه الشغلة صايرة. وأنا دائما تعلمت في حياتي بأنه أمام الناس اللي تحاول تصور بأنه أنا غبي، أمثل لهم غبي وأكثر استغباء حتى أعرف شنو اللي وراهم. هذا اللي تعلمته من الحياة والتجارب، تعرفون الحياة مدرسة، وتعلمت هذه التجارب حتى أشوف اللي مقابلي إن كان عدو إن كان صديق إن كان يطعن بالظهر، أتعلم وأخذ وأشوف شي يردون وشي يخططون. فقالت تعال إذا تريد ترتاح هذه الغرفة أو كذا، قلت له لا أريد أبقى هنا أنا بالصالة، وهنا أنا راح أنام، بس إذا أريد الأطفال يمي. قالت لي شنو يعني أنت ما مشتاق لي؟ ما هذا الكلاوات مال؟ قلت لها أنا حالتي النفسية زبالة، فما أريد كل شيء أسوي، ما أريد أحكي. قالت لي أنت كلش متغير. قلت لها
شخص ينحبس بين أربع جدران 10 شهور ونص، ابنين ولد ما يعرف شنو اللي صار معاكم أو كذا، طبعا حالة نفسية، وهذا يراد لوقت ومع مرور الزمن إن شاء الله يتعالج. فجرحت طبيت للغرفة، جبت مخاديد وجبت مثل الغطاء وبالصالة، وكان عنده هذا جرباية صغيرة العمر، جبتها حطيت همي. فقلت له تمتم هذا يصيح لها الابنة تريدين تنامين يم بابا؟ فجت بحضني، فجت يوم عمر قالت ما يصير، يعني هي يعني الصوفة ما تكفي، وهي خلي البنية يمي وخلي عمر يمك. فبقيت الليل كله أباوع على الولد، أفكر شنو اللي راح يصير، ما أعرف شلون. وفي ثاني يوم مارتن كيسلر إجاني للبيت، فقال لي مبروك طلعت، بعدك مصر على اللي قلنا لك إياه وكان ردك لا؟ قلت له هالمرة إصراري زاد أكثر وأكثر. فضحك قال تتذكر أول ما إجيت إلى الكم وكسرت سنود الشرطي وأخذت رهينة؟ يعني بأسهل الطرق نقدر نفتح هذا الملف، وهذا يكون اعتداء على شرطي أثناء أداء العمل زائد كسرت سنونه. يعني قال لي هذه عقوبتها كبيرة، يعني أكثر من سنة. فهيك قام يحكي وياي، قلت له خلوني أفكر وأنا طالع من سجن. فكلها ما صار اليوم، يعني ما مر أكثر من 24 ساعة 48 ساعة، وجيتني على نفس الفيلم وتريد ترجعني مرة ثانية للسجن. فقال فكر لك أسبوع وإن شاء الله أزورك ونتفاهم على هذا الأمر. هذا الحكي يوم تقريبا 13 أو قبل 13/6/1994، 14/6 كان عيد ميلادي. خبرني كارل، قال لي اليوم نقدر نسافر إلى هولندا ونعمل المقابلة مع تروست تي في الهولندية. فقلت له أنا حاضر. قال لي راح أجيك للبيت حتى نتفاهم شلون، لأن العصر لازم نطلع على المطار. إجاني. فأم عمر قالت لي لطيف اليوم عيد ميلاده، فضحك قال لي كل عام أنت بخير وهذا الحكي، راح نحتفل بهولندا أنا وياك. فقلت له أوكي، حضرت جنطة صغيرة، يعني حتى البدلات اللي عندي كانت كبار علي، قلت يلا طز هي شي يصير خلي يصير. فطلعنا على المطار أنا وياه، سافرنا إلى هولندا. استقبلونا طاقم من التلفزيون الهولندي هذا تروست، ودونا على الفندق وقالوا بكرة المقابلة راح تصير معاك بفلان ساعة، تجي سيارة تاخذك ونوديك على الاستوديو. بالليل أنا وكارل قاعدين بالبار دا نشرب، بس يطلعوا لي يقولوا لك حرام وانت كافر وانت كذا. المهم فقاعدين دا نشرب دا نحكي وما ادري شنو، قلت له كارل عندي سر تعاهدني ما طلعه. قال لي شنو؟ قلت له هذا اللي كان مصور مع سانتا سيجلر. قال اي. فقال لي قبل ما تكمل، قال لي ترى أعرف القصة وما ردت أجرحك، بس من وصل لك يا؟ قلت له هذا كان من ضمن الحرب النفسية اللي استخدموها معايا في السجن. قال لي إيه، وصلتني الصور، ومارتن كيسلر اتصل بي وعطاني الظرف وشفت الصور مع الأسف. فقلت له شنو تنصحني؟ قال لي أنت الاختيار اختيارك، أما تبقى تستمر معاها أو تقول لها خلي تروح لحالها. قلت له أنا ما أريد أقول هذا الكلام، لأن
تفكير الأول والأخير هذول الأطفال، وريد الأطفال يقعدون الصبح يشوفون أب وأم، لأن أعرف بأنه الانفصال يأثر على حالة الطفل النفسية لما يكبر. فقال لي لعد اتحمل وحط جرحك في قلبك، الظاهر قدام الأطفال بأنه أمهم وكذا، بس أنت وتبقى تريد تغفر، تريد تبقى معاها علاقتك كذا. فقلت له كلام محترم، وأتصور هو هذا اللي راح أختاره وأجعلها بس مجرد أم في البيت أمام الأطفال، ما مبين كل شيء، بس بيني وبين نفسي بأنه هذه مستحيل بعد تصير مرة إلي أو صديقة أو أي شيء. وفي الحلقات السابقة سألوني يقولوا لي هي زوجتك، وأنا كررت قلت لكم مو زوجتي ولا يشرفني ولا كان إلي الشرف، كانت مساعدة مني كبشر. لما طلبت مني أطلعها معايا لما هربت من فندق أميليو منصور بعد إطلاق الرصاص علي من عدي، فكبشر من طلبت مني أساعدها وأخذها معايا طلعتها وأخذتها معايا، وكان هذا الجزء. وقالوا لي يعني شنو ابنك يصير ابن حرام، ما أعرف شنو هذه الكلاوات، ما الحرام وما حرام وابن حرام ما أعرف شنو، خلونا يرحم أهلكم. هذه قصة دا أسردها، وأنتوا خيروا تطلعون ابن حرام تطلعون ما أعرف شنو، هذا الخيار إلكم. أنا دا أسجل هذه الحلقات للتاريخ، وثانيا حتى تكون عبرة للناس اللي يفكرون في يوم من الأيام يمرون بتجربة مثل هذه ويستفادون يجوز من أدها. وكثير من الناس من خلال تجربتي مروا بألعن من هذه التجربة، وكثير من أولادهم جايين من غير زواج. فخلونا هاي من شغلات الشرع وما شرع، وهذا اللي يقول لي أنت مسلم وأنت هذا. وبعدها استلمت من بعض إحدى الخوات يقولوا لي بأنه كان لازم ما تتكلم بهذه الأمور، هذه أمور خاصة. لا، هذه مو أمور خاصة، هذه أمور جرحت كرامتي وجرحت نفسيتي لحد اليوم بعد 30 سنة، يعني أكثر من 25 سنة أنا تاركها، بس الجرح باقي، الجرح جرح الخيانة مين لئم إلى يوم الدين. وثاني شيء العفو عند المقدرة، اي نعم، بس ان شاء الله بالحلقات القادمة راح اكمل لكم اللي سوته اكثر ام عمر من الخيانة. ولا حد يقول لي بانه انت قاعد تنتقم منها، لا قسما بالله، بالعكس، حتى رغم ما انا تركتها وتزوجت بعدها وصار عندي اولاد بقيت اساعدها رغم اللي سوته معايا. وان شاء الله الحلقات الجاية نوضح هذا الأمر أكثر وأكثر. جتنا السيارة ودتنا إلى استوديو تروست تي في للتحضير لمقابلة اللي راح تنبث بنفس الليلة. دخلت الاستوديو وبدأ المقدم، كان من أحد مشاهير المقدمين لبرامج الحوارية في هولندا، وعملت اللقاء ونزلت مثل ما يقولون نزلة أخذ كذب على النمسا والحكومة النمساوية والمخابرات النمساوية، وما قطعوا هذا الأمر، وكان كارل موجود ويسمع هذا الكلام. بعد الانتهاء من المقابلة كارل حط ايده على كتفي قال لي أنا يعجبني بيك أنت ما تخاف، ورغم أحنا راح نرجع للنمسا والكلام اللي قلته وراح ينعرض الليلة يجوز يعرضك إلى مساءلة مرة ثانية ويجوز يغدروك مرة ثانية، بس أنت عجبتني وبقيت رجل في عيني. وهذه كانت أول مرة أزور بيها هولندا، أمستردام. كارل بالليل، إحنا طيارتنا ثاني يوم بالليل، قال خلي نطلع نفطر أمستردام حلوة وكذا. طلعنا افترينا شوية، نفسيتي ارتاحت. طبعا أمستردام معروفة ببيع المخدرات
بالشارع عادي بالمحلات، فريحة غريبة، أول مرة اشتم المخدرات بالشارع يعني الناس يدخنوها وكذا. فقعدنا بدنا نشرب قهوة وبعدين رحنا تعشينا، ويعني مدينة حلوة وجميلة. رجعنا إلى الفندق وقعدنا مرة ثانية بالبار بدنا نحكي ونسولف. فقال لي لطيف، بالنسبة أم ابنك أنت حر التصرف بعد معاها، وأنت تبقى صديق وأخ إلي مهما كان ومهما راح يصير، ما نفترق. فقلت له الكتاب انطبع، قال وانباع حقوقه إلى بلجيكا وهولندا وألمانيا وكذا، وللأسف دار النشر تلاعب معانا وما أعرف شلون راح نتصرف معاه. قلت له أنا أتصرف معاه. فرجعنا ثاني يوم إلى النمسا، بعد وصولي إلى النمسا ليلة واحدة، ثاني يوم أجاني مارتن كيسلر، فدخل هم قاعد بالبيت، قال أريد أتكلم معاك خارج البيت، تقدر تجي معانا؟ قلت له سأغير هدومي وأجي معاك. طلعنا قعدنا في كافتيريا، وكان أربع أشخاص معاه يعني جلسوا في طاولات مختلفة. فقال لي اللي حكيته هذا يأذيك مستقبلا هنا بالنمسا، وراح أكون جدا واقعي معاك، من الممكن أم عمر والأطفال يحصلون على الجنسية النمساوية، أما أنت لو بقيت مليون سنة في هذا البلد أنت ملفك أصبح علامة إكس عليه، عمرك ما راح تشتم الجنسية النمساوية في هذا البلد في وجودي وعدم وجودي. قلت له مفهوم، وأنا ما محتاج الجنسية مالتكم. قال لي يعني هذه حطها ببالك، لأن أنت كشفت أمور. قلت له أنا ما كشفت أمور، هذه الحقيقة، وهذه العشر تشهر نص اللي بقيتها بالسجن بدون أي ذنب، طلعتوا لي فيلم مال ضربت لك واحد وهذا الشغلات، وأنت تعرف الفيلم شلون تمثل. بالمناسبة بعض الأخوة قالوا لي أو الأخوات في التعليقات بأنه بأي لغة كنت أتفاهم معهم. أنا من وصلت النمسا أثناء وجودي بالكامب مثل ما قلت اشتريت كاسيتات، في وقتها ماكو سيديات، لتعلم اللغة الألمانية، وكنت أحط الهيدفون وأطلع بالغابة ساعات عديدة أتعلم اللغة وأكرر وكذا. ومن اختلاطي بالناس تعلمت اللغة، ما أقول بيرفكت بس أداري أموري وأعرف شلون أجيب وأستلم السؤال وأعرف شلون أجاوب عليه، بس ما أقول بيرفكت، بس مشي أموري والمقابلي يعرف اللي دا أعني، والمقابلي كان يعرف شنو اللي أريده. وبعض الأحيان من أكو كلمات ما أقدر أقولها بالألماني أقولها بالإنجليزي، فيفتهمها المقابل إن كانت باللغة الإنجليزية أو الألمانية. وبهذه الطريقة أنا كنت ممشي أموري بالنمسا، بس حتى نغلق بعض الأبواب اللي حاول أشخاص يتفهمها بقصد أو بغير قصد. بعد تقريبا كم يوم من لقائي بمارتن كيسلر اتصلوا بي السفارة العراقية في فيينا، وكان شخص أبو محمود ما أتذكر بالضبط، فقال لي سلامتك أبو عمر، أنا أخوك من السفارة العراقية وحابين نلتقي بيك، لأن أكو شخص جاي من بغداد وشخص جاي من سويسرا يحبون يلتقون بيك. فقلت له أهلا وسهلا، وحددنا موعد في إحدى فنادق فيينا داخل العاصمة في الكافتيريا في هذا الفندق. رحت بس أخذت، سألت كارل إذا تقدر تجي معايا، قال لي أنا في ألمانيا في الوقت الحالي، بس أكو شركات حراسة خاصة راح اتصل لك بيهم يطلعون أشخاص معاك، قال مقابل مال. قلت له ماكو مشكلة، فطلع ثلاثة أشخاص معايا، رحت
قابلت هذول الأعضاء بالسفارة العراقية. حديث طويل، ساعتين أو أكثر من ساعتين. البلد بلدك، وأحنا أثبتنا لك بأنه ما يسمى بالمعارضة العراقية ناس تجار وتاجرون بالوطن، وما يهمهم لا أنت ولا أني ولا صدام حسين ولا أي شخص بالعراق، حتى إن كان من دينهم أو طائفتهم أو قوميتهم. هذول ناس راح يبيعوا للبلد أو باعوا بالأحرى ويريدون يقبضون الثمن، والثمن هو أهلك وأهلي والعراق كاملا. فقلت له شنو المطلوب من عندي؟ قال يعني تكون معانا أحسن ما تكون علينا، وإحنا أهل بلدك والعراق بلدك والعراق كبرت بي، واللي يضيع وطنه ما راح يلقي وطن. ترى لا النمسا راح تفيدك، ولا أمريكا راح تفيدك، ولا الدول العربية راح تفيدك، ما يفيدك غير بلدك وأهل بلدك. هذه الكلمة أثرت فعلا بي. فقلت له أنا ما عندي مشكلة، بس شنو التعامل اللي يصير؟ قال لي أنت عندك علاقات هسه، علاقات قوية وعلاقات تجارية. بالمناسبة أنا دا أختصر، لأن يعني فعلا إذا أريد أتكلم في محتوى وأدق الأمور ما راح نخلص بعد سنتين، بس حاولوا تربطون يعني شون. يعني صار علاقات معايا، وكنت من ضمن لستة رجال الأعمال في فيينا، وكانوا في أي مناسبة يعني السفارات، الملحقيات العسكرية، الملحقيات المعرف شنو، حتى حفلات الأوبك، رغم ما كان يعني مو أنا ما عندي شركة نفط، بس حفلات في الأوبك من السفارات أو تسويها يدعوني بيها. وهذه صورة مع سفراء عرب في الأوبك. فالمهم عندك علاقات صارت، وناس يعني سفارات وناس سياسيين ومخابرات وكل هذه انت تعرفهم، فتوصل لنا المعلومات اللي تخص امن البلد في العراق وكذا. قلت له هيجي شغلات ما عندي اي مشكلة يعني بيها. فقلت له ما طول هذه الامور تخص بلدنا وامننا، رغم اني معارض للنظام ومو بالتحديد صدام حسين، انا تعرفون قصتي مع عدي. قال يعني وعدي انت تعرف حضرتك اللي يعني كثير من العراقيين ما يحبوا، حتى العراقيين اللي في الهيئات الدبلوماسية يضوجون من يسمعون عدي جاي او كذا، لان نعرفه احنا. بس العراق مو عدي، العراق أكبر من عدي وأكبر من كذا، وهذا من حلق واحد كان يشتغل بالسفارة العراقية، ومن ضيف جاي من بغداد، يعني من ضمن الحكومة يعني مخابرات. فقال لي الأهل يسلمون عليك وكذا، وأعطاني كم صورة جايبيها من بغداد عن أهلي. قال لي هذه آخر صور جديدة لأهلك، وباوعت عليهم. فقال لي عدي يعرض عليك مرة ثانية تقابل أهلك بالمناسبة اللي تم إلغائها قبل ما تدخل للسجن، ويقدرون يوصلون إلى تايلاند وأنت تروح تشوفهم في تايلاند. قلت له يا ريت، ويا ريت أشوفهم. ومثل ما قلت العدي بالاتصال الأخير اللي اتصل بي، قلت له يا ريت يدس أخوي الصغير، لأن أنا مربي وأحبه وأريد أشوفه. فقال لي نوصلها وانتظر من عندنا اتصال حتى يتم ترتيب هذه الأمور معك. صافحتهم فعلا، رغم ما هم مخابرات وما أعرف كانوا يريدون أذيتي مو أذيتي، بس المهم من صافحتهم كأني صافحت بلدي العراق، لأن ذولا أبناء بلدي، ذولا أبناء وطني. ومن كنت أصافح ناس بالمعارضة العراقية أحس أنا حطيت إيدي بيد ثعبان أو بيد عقرب،
ما كنت أحس بأن هذول عراقيين، وقسما بالله هذا الإحساس هو الحقيقي اللي كنت أعيش به. طبعا بهذه المناسبة كانت تجارتي دا تمشي، وكانت سكرتيرتي سارة وخالها يساعدوني بشغلات الألماز وتجارة الألماز، وبدت أموري فعلا تمشي يعني بسرعة الصاروخ، وصار عندي مال كثير، ويعني حتى ما كان من المتوقع يكون عندي هذا المال بهذه السرعة، وأموال مو صغيرة بسبب هذا الشخص اليهودي وتجارة الألماز، وكان عملي مع الهول سيلر، يعني هو اللي يوزع الألماز، وكانت أرباحي أرباح خيالية، يعني إذا أعطيه 100,000 يرجع لي 150,000 خلال أسبوعين أو 10 أيام أو 3 أسابيع، وكانت الثقة بيناتنا أنا وهذا الشخص كلش عالية، والرجل قام يحبني فعلا، وصارت علاقة كلش قوية حتى عائلية بيناتنا. وبكل هذه الأمور اللي احنا عايشين بيها، كنت ما أبين لم عمر بأنه الشيء اللي بقلبي، وكانت دائما تقول لي أريد أساعد الوالد، خواتي عندها 7-8 خوات ما أدري إيش قد، أبوها متزوج كان 2 الله يرحمه، وكنا نبعث يعني أعطيها فلوس وروح معاها، أكو كان اسمه البنك العربي في فيينا، نحول الأموال إلى الأردن ومن طريق الأردن نبعثها إلى العراق. فكنا كنت أساعد أهلها بأموال يعني تكفيهم وتكفي أهل أهلهم في أثناء الحصار، وتعرفون بالعراق وكربلة كان بيها رخص، بس آلاف الدولارات كنت أبعث وبدون وجع قلب لعيون هذه الطفلة والخاطر ابني، هذا اللي كل أقدر اللي أقوله. في بداية شهر 8 جاني تليفون من مكتب عدي في بغداد، عدي ما تكلم معايا بس الشخص أنا عرفه وعرف صوته، قال حصلت الموافقة بسفر والدتك ووالدك وأخوك الصغير اللي طلبوا تشوفه إلى تايلاند خلال الأسبوع اللي جاي، حضر نفسك تروح تشوفهم. ففعلا أنا حضرت نفسي، حسويت الفيزا مالتي مرة ثانية وأخذتها، وعلى حسب الوصول اجى موعد السفر، كل شيء تمام، وصلوا أهلي إلى تايلاند واتصلوا بي منك بأنه وصلوا، قلت لهم احنا جايين بالطريق. فاتصلت بشركة الحراسة مالتي هذا اللي كنت أتعامل معاها، وأخذت 3 أشخاص معايا، والمخابرات النمساوية بعتت 2 معايا. طبعا أنا كنت أعلم المخابرات النمساوية بأنه أنا كل أمر يصير معايا أقول لهم الاحتياطات أمنية، وحتى يعرفون أخاف صار ما صار هذا الشيء موجود. كانت الفرحة بقلبي كلش كبيرة، ونسيت آلامي ونسيت السجن، راح أشوف أهلي، راح أشوف أمي، راح أشوف أبويا. صعدنا الطائرة من النمسا إلى بانكوك العاصمة التايلندية، طبعا رحلة سفر 14-15 ساعة بالطيارة، معانا طفل صغير والطفلة، ويعني هذه أول مرة سافر هذه المسافة الطويلة. وصلنا إلى بانكوك ورحنا إلى الفندق أو المكان اللي كان إقامة لعائلتي، شفت الوالد من شفته يعني تقريبا انهاريت بين الفرح بين الكذا، شفت الوالدة، شفت أخويا، شافوا أول حفيد لهم، وحتى الوالد الله يرحمه ويطول عمر أمي ما فرقوا بين الطفلة وبين
عمر وجايبي لهم هدايا وكل شيء اللي هذه. خلال فترة وجود الأهل في تايلاند أبويا قال لي ابني أريد أحكي وياك، فطلعنا أنا وياه نتمشى والوالدة والأم عمر ورانا وأخويا يتمشى ويانا، فمد إيده على جيبه قال لي ابني أنا عدي دزني ودز رسالة معاي. فقال لي شوف هذا الرسالة، فتحت الرسالة دابوا عليها، هذا اسم عدي، هاي الورقة الصحيحة مالته. فكاتب لي رسالة إلى الأخ لطيف يحيى، انسى الماضي وكذا، وهذا عفو خاص لك للعودة إلى العراق. طبعا إن شاء الله ننشر الوثيقة كاملة، هذه بس جزء من حتى الورقة الرئيسية حتى تشوفون الاسم. فقلت له بابا شو تقول؟ قال لي ابني اسمعني، أنا أبوك وربيتك وفرحت بيك، ما أريد أخسرك، لا ترجع للعراق ولا لك شغلة بالعراق بعد، وما لك شغل بهذا الكلام اللي دز لك إياه، أنا مجرد وافقت أجي لهنا على مود أشوفك، وأنا أعرف ومتأكد بأنه أنت ما راح توافق تجي. فبست راسه وبست إيده، قلت له أشكرك حبيبي بابا وما أعرف شنو، قلت له بابا الله يحفظك، قلت تعال خلي أخذكم وياي وهيك من العراق وهيك من كل شيء. قال لي اسمع ابني، أني نولدت بالعراق وكبرت بالعراق وعشت بالعراق وأكلت وشربت بالعراق وأريد أموت بالعراق. قلت له بابا دولة ما يعوفوا. قال ابني اللي ركب هالراس هو يشيلها، إن كان الله كاتبني أعيش راح أعيش، اللي الله كاتب لي ما أعيش انتهى، بالنسبة إلك الحياة بيدك، لا ترجع للعراق، حتى لو أنا سمعت بصوتي وأنا اتصلت بيك أقول لك ارجع لا ترجع. فأمي سمعت هذا الكلام قالت لي يا ابني اسمع كلام أبوك وما لك شغلة بأحد ولا تجي للعراق، ابني احنا ما نريد نشوفك مرة ثانية مثل ما شفناك من طلعت من التعذيب. فقررت بأنه خلص ما رجع للعراق ماكو. قال لي دير بالك على جهالك، دير بالك على المرأة. فقضينا أسبوعين، طبعا الحراس كانوا معايا وحراس فعلا محترفين، ومن جهة أخرى كانوا اثنين من المخابرات جايين مع الأهل وتعرفنا عليهم وصافحناهم وقعدناهم معانا ويتعشون ويتغدون، وحتى قالوا لي يعني احنا ما جايين نتجسس او كذا، هذا احنا جينا حتى ناكد بانه هم وصلوا لك وتكلموا معك وسلموا الامانه وانت استلمت الامانه، هو هذا كل عملنا، لا جايين ناذيك ولا جايين ناذي احد، وتبقى أنت عراقي وأنت ابن العراق وأنت كذا، وهذا اللبخ. أجي يوم الوداع للأهل، رحت أنت تعرفون حصار بالعراق وكذا، والوالد الله يرحمه أمكانيته كانت زينة، رحت اشتريت ذهب واشتريت شغلات الخواتي واشتريت الوالدتي وشلت ساعة ذهب هم اطيتها لأبويا، فأشلت مبلغ من المال دا أعطيه لأبوي، فضحك قال لي ابني عندنا خير من الله، أنت المهم دير بالك على نفسك، هذا خليه لابنك وبنتك والله يحفظكم ويكفيكم الشر. المهم حجزت لهم على الطائرة الأردنية اللي مسافرة من بانكوك إلى عمان، وفعلا كان يوم تعيس وداع مرة ثانية، وفعلا دموعي نزلت وباوعت على الوالد، باسني وحضني بحرقة يعني، قال لي ابني لا تهتم إذا سمعت خبر مو زين، الأعمار بيد الله. هذه الكلمة دقت جرس عندي وفعلا ضجت، قلت له بابا لا تقول هذا الكلام. قال مثل ما قلت لك اللي ركب الراس هو ياخذه
وإذا الله كاتب لي الحياة فإن شاء الله نلتقي مرة ثانية. بست إيده وبست رأسه وحتى نزلت على حذاء رتبوسه ما خلاني، ودعتهم وراحوا. ما قدرت أتحمل أبقى بتايلند، أنا محجزة ثاني يوم ورجعنا مرة ثانية إلى النمسا. من وصولي من تايلند إلى فيينا تم الاتصال بي مرة ثانية من قبل المخابرات الأمريكية عبر السفارة الأمريكية في فيينا. هم التقينا وعلى حسب الأصول نفس الكلام، نفس الطيحان الحظ، حشاكم، تهديد ووعيد وترغيب. وما بقيت مثل كل مرة متزمد وأقول لهم لا، قمت أقول لهم أنا محتاج وقت هالمرة أفكر، لأن ما مستعد أدخل سجن مرة ثانية. فبدأوا يتصورون بأنه أنا خفت أو انرعبت من السجن بس أريد وقت أفكر به. فقلت لهم يا ريت ما تعطوني بعد وقت، تليفوناتكم عندي وبس أفكر بالطريقة اللي أنتوا تريدوني تستخدموني بيها بهذه الكلمة ونبدأ نبلش. قال لي يعني كبداية هل أنت موافق؟ قلت له طبعا موافق، بعد ما أقول لكم لا، بعد العذاب اللي شفته وراويتوني الباور مالتكم أو الإمكانية اللي تقدرون تسوون كل شيء، وعرفت بأنه أنتوا تقدرون كل شيء تسوون. وبهذه الفترة كنت على اتصال مع المحامي الخاص بي بالشركة والمحاسب والمحامي الشخصي مالتي، وعملت لهم توكيل. قلت لهم أنا راح أترك البلد، ومن أترك أتصل بيكم تعرضون أملاكي للبيع وتحولوا لي الأموال بعد ما تأخذون نسبتكم أو كذا. في هذه الفترة لما كنت أتقابل مع المخابرات العراقية، هم اللي نصحوني بترك النمسا ومغادرتي إلى بلد ثاني. فقلت لهم أريد أروح لبريطانيا، فأعطوني أسماء 4 أشخاص متواجدين في بريطانيا وهم يعملون لصالح المخابرات العراقية ويحملون الجوازات البريطانية، وقالوا لي أي شيء تحتاج اتصل بيهم. وصارت عندي بعض العلاقات مع أشخاص عراقيين وغير عراقيين في بريطانيا عبر يعني البزنس أو الشغلات. فقررت فعلا الذهاب إلى بريطانيا. اتصلت بصديق قلت له أبو مريم أريد أوصل لك وكذا، وقال لي أهلا بيك، تشرف بريطانيا، معود يا نمسا زبالة ذولا كذا. مشت الأيام بيناتنا، قضينا تقريبا رأس السنة مال 1994 على 95، وطلعنا أنا وعمر وبعض الأصدقاء نحتفل في السنتر مال فيينا برأس السنة. بس فكرة السفر ما قلنا لهم، حتى صديقي كارل باندل اللي هو مقرب إليه ما قلت له راح أسافر. وبقت هذه الأمور كلها سرية، حتى أم عمر ما تعرف لأن ما عندي ثقة بيها. مشت الأيام، بس طول هذه الفترة الإعلام ما وقفت عنا، وكنت شرس جدا ضد النظام في العراق رغم تعاوني معاهم. يعني شوفوا، وكانوا هم ما مزعوجين. اللي من وصلني من المخابرات قال القيادة ما لهم شغل وما لهم يعني احشي اللي تريده، بس اللي ضايج فعلا ويريد يشرب دمك هو عدي. هذه الكلمة اللي قالوا لي اياها. وكنت دائما اعمل مقابلات وانزل فعلا على عدي، مثل ما يقولون بالعراقي طلعت الخياس كله. في شهر 1 وصلني تهديد من عدي نفسه، راح أقتلك وراح كذا وصلخك، وإذا ما وصلنا لك أهلك موجودين يمنا. قلت له طز إيدك وما تنوش، شو تسوي سوي. سديت التليفون. فات علينا 2 بداية 1 أو 2 3
الحرس مالي كنا طالعين من البيت قبل ما نوصل السيارتي قالوا لي لا تتقرب على السيارة ابتعد. فواحد من عندهم دخل راح جاب كاميرا وصورها. ليش؟ قال حتى أصور أخاف مرة ثانية الشرطة النمساوية تكذب. هذول تعرفون دول الحراسات عندهم إمكانية، كلهم يعني كانوا بالمخابرات سابقا بأجهزة أمنية، ومن يطلعون أو يستقالون أو يتقاعدون يشتغلون في هذه الحراسات الخاصة أو حراسات الشخصيات، فعندهم دول مدربين. فحسوا بأنه سيارة المرسيدس ملعوب بها من الصندوق يعني مالته، وكان أكو شيء يعني من الصندوق تقدر تفتح الأبواب أو بهذا الطريقة الفهمونيها. فاتصلوا بالشرطة، جت الشرطة، الشرطة قالوا لهم الوضعية، الشرطة اتصلوا بمكتب مكافحة الإرهاب، دزوا خبراء تفكيك متفجرات، قطعوا الشارع، حطوا هاي سلايدات ما أدري شنو، بس الجماعة دا يأخذون صور ودا يأخذون كذا الناس المعايا يعني الحرس ماتي. فأخذوا كم صورة، جت الشرطة وخرتهم قالت ما تأخذون صور ما تأخذون كذا. المهم طلعوا فتشي مثل النفاضة هيجي ملزوقة تحت السيارة يعني مثل العبوة، وهي تشغيل السيارة طير أنا والجهال وكان انتهينا كله. هنا أنا وصلت مرحلة بأنه العيشة في هذا البلد بعد مستحيلة. ثاني يوم طبعا بعض الإعلام النمساوي كتب كم أسطر عن هذه الشغلة وبعدين خمدوها كل شيء ماكو. ثاني يوم رحت للبنك، تعرفون في النمسا في وقتنا كان يستخدمون العملة النمساوية وهي الشيلينج. فرحت للبنك من حسابي قلت لهم أريد تغيير مثلا مبلغ من المال حوالي 100,000 دولار إلى العملة الأمريكية، 100,000 دولار أمريكي في وقتها اللي تريده يعني مو مثل هسه تعال مين لك وليش وكذا، قبل هذه أحداث 11 سبتمبر وكلها. فقالوا لي خلال ساعة تجي المبلغ حاضر. رحت أخذت المبلغ مالتي عند الجنطة الدبلوماسية حطيتها بيه ختلتها بالبيت. يوم 8/3 اشتريت بطاقات تذاكر سفر إلي ولم عمر وللجهال إلى لندن، واتصلت بشركة شحن تشحن سياراتي، عند 2 سيارات مرسيدس إلى بريطانيا وأحنا نسافر. يوم 9/3 تركت الأول والتالي مكتبي بيوتي ما أدري شنو، ما حد يدري وين رايح. طلعنا على المطار أنا وام عمر والأطفال، حتى ام عمر قالت لي وين رايحين، قلت لها أمشي عندنا سفرة. وين؟ قلت لها إلى بريطانيا. زين شغلاتنا بالبيت؟ قلت لها احنا أخذنا هذا الجنط ونقدر عليه وبعدين نتفاهم. وصلنا إلى بريطانيا في مطار هيثرو، باعتبار أنا وام عمر والأطفال ما حاملين الجواز الأوروبي وقفونا قالوا لنا أنت ايش عندك هنا؟ شافوا ترابل دوكيومنت مال لاجئين عندنا، قلت له احنا جايين سياحة. قال لي عندك دعوة أو كذا؟ قلت له لا ما عندي دعوة، بس يعني احنا جايين سياحة إذا ما تعجبون. قال لي عندك فلوس معك؟ فسحبت الجنطة مالتي فتحتها بها 100,000 دولار. هذا قال لي شنو هذا المبلغ؟ قلت له 100,000 دولار أريد أصرفها هنا في بريطانيا. فأخذ ترابل دوكيومنت مالتي كتب دخل وبحوزته 100,000 دولار على ترابل دوكيومنت مالتي، وختم لي 3 شهور في يعني إلي حق الإقامة في بريطانيا. لهنا نتوقف حتى ما يصير عندكم ملل ونكمل معاكم في الحلقة القادمة. وبالمناسبة أنا أشكر كل الأخوة والأخوات اللي طالبوا أسوي حلقتين بالأسبوع، بس فعلا أنا أعتذر لسبب. أولا
من نصور ويصير تصوير وكذا راح يندز للشباب اللي يسوون مونتاج وأديتينج وحطون الأرشيف أو كذا معها، فهذا شغل طويل. والشغلة الثانية تعرفون عند 2 أولاد، 1 4 1 3، عندي عائلتي، عندي الشغل مالي، فلهذا أعتذر لكم ما أقدر أصور غير حلقة واحدة وتنعرض كل يوم سبت. تحياتي للجميع ونشوفكم في الحلقات القادمة.